هنا اون لايف موجز اخباري جديد، اهلا بكم. غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس عبد الفتاح السيسي متوجها إلى بريز في زيارة تستغرق عدة أيام للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها مكافحة الإرهاب. من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الفرنسيين من بينهم رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء الفرنسية. زار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المصابين من رجال الشرطة في حادث الواحات الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في مستشفى الشرطة بالعجوزة، واطمأن شيخ الأزهر على المصابين وتمنى لهم الشفاء العاجل، مشيدا بحجم التضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الشرطة البواسل لحماية الوطن. اتهم المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري النظام القطري بنقل مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى ليبيا، مؤكدا أن دوحة مستمرة في تمويل المجموعات الإرهابية في ليبيا. نهاية الموجز للقاء.